كيف هو الوضع العسكري التنظيمي في معركة صف واحد بعد الرئيس الشرعي؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني صحيح احنا بنعاني من ردة أمور، أولها قلة السلاح والذخيرة، يعني هاي أول أمور بنعاني منها. أما التنظيم الحمد لله رب العالمين، يعني أنا والشباب اللي موجودين معي قمنا يعني بكافة طاقتنا لإتمام هذه المعركة ونجاحها، والحمد لله رب العالمين. يعني منذ 6 أشهر لم يستطع النظام اقتحام بلدة كفر مودي. هل هناك محاولات تسلل من قبل جنود الأسد وطاغيته إلى خط الجبهة؟ طبعا هلا كل فترة كل كام يوم يعني بيحاول ياخذ نقطة، يتقرب لنقطة انه يقرب فيها على البلدي، بس الحمد لله رب العالمين يعني مضاداتنا والآليات اللي معنا الحمد لله رب العالمين. نسقط عن جنود النظام وتم مشاهدة حالات غريبة، كان من هلوسة، كان في بعض أبي. في بعض الحالات، يعني في بعض الحالات حتى بتظهر على العيون مبين، يعني مو طرق الاخلاء الجرحى او طرق التسخير او طرق ادخال المواد من خارج الطرق امنه وسيطر عليها من قبلكم ومن قبل الجيش؟ ايه الحمد لله رب العالمين. هلا يعني نحن من بلده كفر مودي، نعتبر هاي اخر منطقه في حماه بلده كفر مودي، فمنه هيك بيجي ادلب، فهالمناطق من كفر مودي لادلب هاي محرره كلياتها، يعني الحدود التركيه محرره الحمد لله رب العالمين، يعني في طرقات امنه الحمد لله لاخلاء الجرحى واخلاء المصابين. الحمد لله. كلمه اخيره؟ كلمه اخيره بوجهها للعرب، انا ما بتمنى شيء من الغرب، بتمنى من العرب الدول العربيه انه دعمنا بالسلاح القوي لنقدر نهزم قوات المجوس الايرانيه وحزب الله، لانه صفى ما في انه نظام وشار وكذا، لا، صفى حربنا معركه تحرير العدو الاستيطاني الشيعي. الحمد لله رب العالمين، وشكرا لك، والله يوفقكم ويوفقنا ويوفق الجميع. ونحن هون في النقطة الطبية في بلدة كفر مودي، هي أقرب نقطة طبية للجبهة حاليا مفتوحة عندنا بالمنطقة، ومقدم لهم إسعافات أولية بالمكان هذا، والإصابات الثقيلة اللي ما بنقدر نشتغل فيها هون عم نحولها على مشافي ميدانية الأقرب لمنطقتنا. طبعا في نقص، يعني في نقص بالمعدات، في دائما نحن بالمعارك يعني بنصرف كميات كبيرة من الأدوية، من الضمادات، من الشاش، من الأربطة. أخي ماذا عن طريق إخلاء الجرحى؟ إخلاء الجرحى عندنا صعب جدا. ماذا عن تواتر عدد أعداد الجرحى بعد؟ الجرحى يعني كبير نوعا ما، لأنه القصف العبسير بالمنطقة قصف هائل من جميع أنواع الأسلحة.